ليبيا الغرب يريد حكم الإرهاب. ليبيا كان فيها انتخابات، الإسلاميين خدوا 13%، دي الديمقراطية ودي الصناديق. لكن بالنسبة للغرب للأسف الشديد إنه مش مؤمن بالديمقراطية لما تكونش على مزاجه، فهو عايز يمكن التيار الديني المتطرف بأي شكل، فبقاش معترف ب 13% بتوع الحركات الإسلامية. وبقى دلوقتي عامل اشتغالة جديدة للشعب الليبي اسمها الحوار في جنيف. الحوار في جنيف غرضه ان وقف اطلاق النار علشان خاطر داعش ليبيا تتمكن انها تاخد مساحات كبيرة اثناء وقف اطلاق النار. الهدنة اللي الغرب عايزها مش هدنة للمواطنين لالتقاط الانفاس او العيانين في المستشفيات يلاقوا دواء. مستشفى نغازي العام النهاردة ما فيهوش تقريبا اي حاجة، 400 سرير لكن عناية مركزة ما هيش شغالة، ادوية ما فيش، الحاجات اللي هي المخدرة او التخدير علشان خاطر عمليات مش موجودة. فيبقى العمليات بدون تخدير يا اما ما فيش عمليات. المرضى ما بقوش يروحوا لان هم يعيوا او يموتوا في اماكنهم احسن ما يروحوا مستشفى النغازي العام. كل ده في بلد غني وبلد بالغ الثراء مش لاقيين اهاليه ان هم يتعالجوا بالطريقه اللائقه. الغرب كل اللي يهمه ان يمكن المتطرفين، والى الان احنا مش فاهمين هذا السر، ليه الغرب واقف مع التطرف الديني في ليبيا؟ طيب تركيا وقطر وفاهمين، طب الغرب اللي بيقول الحضاره والحداثه والحريه وحقوق الانسان، بتسلم وطن كامل لناس ما يعرفوش يعني ايه انسان، شفناهم بيذبحوا وبيحرقوا وما عندهمش رحمة ولا قلب ولا أي درجة من درجات القيم أو المبادئ أو الوطنية. ليه الغرب عايز يسلم ليبيا للإرهابيين؟ الحوار اللي موجود في جنيف اشتغالة باللهجة المصرية والتعبير المصري الدارج علشان الجيش الوطني الليبي ينشغل في هذا الكلام، على ما كلام ورا كلام ورا كلام يكونوا متطرفين سيطروا على مساحات أكبر من ليبيا. هو هدفه ان الجيش الوطني يتوقف علشان خاطر التانيين ياخدوا مساحات اكبر. البعض بيقول ان احنا عايزين نعمل الطائف اتفاق يمكن الاسلاميين يقودوا البلاد لكن معهم شركاء اخرين. معروف دايما لو انت مكنت اي تيار ايديولوجي حتى لو الجزء المعتدل شوية او بيبان انه معتدل او بينصب ان هو معتدل مكنته، الأكثر تطرفا هو اللي بيكسب مع الوقت. في الآخر هنلاقي داعش القاعدة بتحكم ليبيا. الغرب دلوقتي جايب ناس من جوانتانامو، من جوانتانامو، عايزهم يكونوا شركاء في الحوار وشركاء في المستقبل. الغرب بيفخخ ليبيا كأن الخريطة دي كلها عبارة عن عربية أو سيارة، هو بيفخخ هذه السيارة بيحاول يدمر كل الخريطة الليبية. عشان تبقى الصورة واضحة عندنا تماما، في ليبيا قدامنا الجيش الوطني بيحارب طيارين متطرفين، طيار اسمه فجر ليبيا وطيار اسمه أنصار الشريعة، القاعدة وداعش. يعني لو شكل مش خريطة بس عشان خاطر نبقى دايما في تصورنا ليبيا ماشية ازاي، احنا قدامنا 1-2. الجيش الوطني الليبي وعندنا هنا فجر ليبيا، هي ظلام ليبيا، ظلمات ليبيا، اسمهم فجر ليبيا وأنصار الشريعة، هم أنصار القتل والدماء والشريعة منهم براء. الجيش الوطني في حال انتصاره على الاثنين دول هنلاقي دولة آمنة مطمئنة فيها جيش بيحمي كل أراضيها. إذا تمكن دول القاعدة وداعش، فجر ليبيا وأنصار الشريعة، الاسم الدقيق فجر ليبيا القاعدة والاسم الدقيق أنصار الشريعة داعش. ونشوف دلوقتي تمارين لأنصار الشريعة اللي احنا قلنا ان الشريعة منهم براء. لو الاتنين دول تمكنوا من مستقبل ليبيا او احدهما، معناه ان خلاص حرب اهلية وارهاب وضياع لهذا الوطن الغالي علينا جميعا واللي هو من اغنى الاوطان العربية ومن اثرى البلدان. لو تمكن الجيش الوطني ان يبسط سيطرته على التراب الليبي، ده معناه إمكانية عودة الدولة الليبية. الغرب مع الاتنين دول، دول ودول، الغرب بيدعم فجر ليبيا
ومن تحت لتحت بيحط أنصار الشريعة منظمة إرهابية، لكن كلام الغرب بيدعم الاتنين دول وعايز الاتنين دول يخشوا في شراكة مع الجيش الوطني عشان بعد كده البلد كلها تنهار من الداخل. للأسف الشديد إن الغرب اللي بيقول شعارات حداثة وتقدم وحرية وقيم وحقوق إنسان وديمقراطية، كل ده كلام فارغ إزاء مصلحته. الغرب في ليبيا يريد جوانتانامو كبير، يريد سجن كبير للشعب الليبي، الحراس عليه هم الإرهابيون. ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة، نحن للدين الفداء، نحن أحفاد البراء والمثنى ذي المضاء وابن زيد وربيع، نحن للدين الفداء، نحن أحفاد البراء والمثنى ذي المضاء وابن زيد وربيع، وابن زيد وربيع، نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع، نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة، نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع، نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة، نحن لله جنود، نحن في الحرب أسود، أنحمى الدين نذود وسنمضي في الطليعة، نحن لله جنود، نحن في الحرب أسود، أنحمى الدين نذود وسنمضي في الطليعة، وسنمضي في الطليعة، نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع، نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة، نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع، نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة، وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصليهم نقيع، وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصليهم نقيع، وسنصليهم نقيع. حفظ الله ليبيا. وفاصل ونكمل.